بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين. معكم عبد الله السكري. النهاردة هنتكلم عن الدرس اللي قبل الأخير إن شاء الله في دورتنا البايثون نتوركينج. هنتكلم عن المشروع اللي اتفقنا عليه، هنعمل الواجهة الرسمية بتاعته النهاردة وهنصممها وهنكتبها بإذن الله. المرة الجاية هنبدأ نبرمج الفانكشنز الخاصة بالمشروع وندمج الاتنين مع بعض بحيث ان نربط الواجهة الرسومية بالفانكشنز بتاعتنا ونبدأ نشغل المشروع. طبعا المشروع هيبقى مشروع بسيط جدا، مش معقد نهائي، عشان ادي بس للناس فكرة، لان الدورة دي طولت مننا جدا في شرحها وخدت مننا وقت. فهنبدأ ندي مشروع بسيط بحيث الناس يبقى عندها فكرة عن استخدام التكنتر في المشاريع بتاعتها، ولو حابة تدمج التكنتر في مشاريعها تبدأ تعمل بيها واجهات رسومية وهتكون مقبولة إلى حد ما يعني. أنا دلوقتي هعمل المشروع بتاعي إزاي؟ أنا هعمل المشروع بتاعي بحيث إن أنا عاوز أعمل سيرش على جوجل، بحيث إن أنا أحط كلمة البحث والمشروع بتاعي يعمل سيرش على جوجل، والـ HTML داتا اللي تيجي أحولها لتكست نصي وتظهر لي في سكرول دي تكست، تمام؟ فهتيجي نعمل مشروع زي ده كده. هبدأ أعمل نيو فايل. طبعا الكلام مش هيكون جديد عن الناس، لان الكلام ده خدنا التكنتر على كذا درس واتكلمنا على الحاجات اللي احنا محتاجينها. انا عندي هنا نيو، مش محتاج اعمل نيو تاني، نقفل ده، هولو فايل سيف از، خلوه على الديسك توب وسميه هنا بروجكت، تمام، بقوله سيف. لا انا مش عاوز ادخل على البروجكت هنا، انا عاوز اسميه هنا بروجكت، انا عندي هنا فولدر باسم بروجكت، مفيش مشاكل، سميه هنا ان بروجكت بورت بروجكت واقول له سيف، تمام. المهم احنا محتاجين ايه؟ محتاجين ان احنا نعمل امبورت المكاتب بتاعتنا اللي احنا هنستخدمها، تمام. طبعا هنستخدم التكنتر، فاقول له هنا امبورت تكنتر از تي كي امبورت، ممكن اقول له فروم تكنتر امبورت اول، تمام، وممكن اقول له برضو فروم تكنتر امبورت سكرولد تكست، تمام. عاوزين نعمل ويندو، الكلام ده كله اتكلمت عليه قبل كده. كل اللي انا هعمله ان انا هشغل تي كي بتاعي، طبعا انا قلت اس تي كي، بعد كده هديلها تايتل معين، الجيومتري اللي هو السايزنج بتاعتها او الريسايزنج بتاعتها، الويدث والهايت، وبعد كده المين لوب عشان تبدأ تظهر قدام، تمام. طيب ما تيجي نطبق تاني كده وننشط الذاكرة. هبدأ اقول هنا، والله انت حسب ما تسمي المين بتاعك، يعني انا مثلا هسميه هنا بروجكت مين، يعني المين يعني، تمام. وبعد كده هقول له تي كي دوت تي كابيتال كي سمول، بالشكل ده كده. بعد كده هبدأ اقول التايتل، فاقول البي مين دوت تايتل، ابدا ادي تايتل معين هسميه هنا سيرش ان جوجل، تمام. بعد كده عاوزين الجيومتري بتاعي، فاقول البي مين دوت جيومتري، طبعا قلنا الويتس الاول، ولكن هنخلي الويتس 400 والاكس نخلي مثلا لغايه 500. بعد كده هقول له ال بي مين بروجكت مين، هسميه هنا مين لوب، طبعا عشان اعمل لوب ويشتغل معايا، الكلام ده قلنا قبل كده. تيجي نعمل رن كده ونشوف، تمام. قال لي سيرش ان جوجل وطلع لي الشغل بتاعي يعني، تمام. نعمل كل ونوقف.
محتاجين بعد كده ان احنا نعمل ايه؟ محتاجين نعمل انتري، تمام، محتاجين ان احنا نستخدم انتري. طبعا كده كده هنستخدم الليبل يعني، تمام، ما تقلقش موضوع الليبل، كده كده هنستخدم الليبل. طيب عاوزين نعمل ليبل، المفروض نعمل ايه؟ امبورت لتي تي كي، تمام. هي اصلا تي تي كي هي موجوده عندك هنا، لان احنا هنا قلنا امبورت اول، تمام. فلو قلت هنا مثلا التي تي كي دوت مثلا ليبل، وفتحت قوسين، عايزين بس نتأكد ان قال لي هنا تي تي كي از نوت ديفاين. لاحظ ففرق كبير طبعا، انت لما تيجي تعمل امبورت اول يبقى انت لازم تعملها امبورت لوحدها خالص، فروم تيكنتر امبورت ال تي تي كي بالشكل ده كده. هبدأ اقول هنا ال واحد الليبل رقم واحد بيساوي تي تي كي دوت ليبل، هتشتغل على مين بالظبط؟ هتشتغل على البي مين، تمام. بعد كده اقول له والله التكست بتاع الليبل دي هيكون مثلا هنا الكي وورد، تمام. تعالوا مثلا مش هديها لون ولا اديها اي تأثير، هسيبها كده، تمام، كي وورد، مش لازم يعني اديها تأثير ولون وشكل والشغل ده. بعد كده اقول ال 1 دوت جريد، احفرها بقى على الواجهة الرسومية بتاعتي. هبدأ اقول والله احنا عاوزين الكو، حط الكولومون يساوي زيرو والرو هيساوي زيرو، تمام. تمام جدا. طبعا انت بايدك تغير الباك جراوند والفور جراوند وتغير الفونت والكلام ده كله، لكن مش محتاجين ان احنا نعمل الكلام ده يعني، تمام. تعالوا نعمل رن كده ونشوف. طبعا انا فتحت نعمل رن، نعمل سيف، تمام. هنا الكي وورد، تمام، الكلمة المفتاحية يعني اللي تبحث عنها، محتاجين نعمل انتري، تمام. الانتري برضو اتكلمت عنه، سهل جدا انك تشتغل على الانتري. كل اللي انت هتعمله انك بتحدد ويتس ليه، وبتاخد تكست فاريبل بحيث انك تخزن فيه القيم اللي هتطلع، تمام. يعني دلوقتي بتشتغل على ويتس، بتاخد تكست فاريبل عشان تخزن فيه، وبتعمل فوكس بحيث ان السهم او المؤشر بتاعك يكون شغال، تمام. وبعد كده تعمل جريد، مفيش مشاكل يعني، تمام. فانا هقول له انتري، اشتغل على انتري كمان، فاقول هنا اي ان 1 انتري رقم واحد بيساوي تي تي كي دوت انتري. اول حاجه هيشتغل على البي مين، حلو. وبعد كده هنعمل ايه؟ هناخد الويتس، الويتس بتاعك هتخليه كام؟ وليكن مثلا هخليه 18. طيب بعد كده عاوزين تكست فار، يلا تكست فاريبل. طبعا هعمل نفس تكست فاريبل هنا، وليكن هسميه اي ان var بيساوي ال tk dot string var بالشكل ده كده. كده انا عملت text variable كويس اوي. هبدأ اقول له والله ال text variable بتاعك اسمه en var، تمام. بعد كده اقول en 1 dot focus، لو سمحت تعمل focus. بعد كده en 1 dot grade هتبدأ تحفرهولي على الواجهة الرسومية. هقوله هنا الكو مون العمود، لو خليته في نفس العمود ممكن اخليه في نفس العمود، تمام، لان العمود بتاعك
ولو نزلته تحت في الصف يبقى المفروض يعني ان احنا مثلا لو قلنا في الكولوم رقم 1 وفي الرو رقم 0، فخلينا في الرو رقم 0 ونشوف ايه اللي هيحصل دلوقتي. نعمل run. تمام، ده اللي انا عاوزه. طلع لي هنا الكيبورد، وهنا طلع لي الايه التكست انتري بتاعي. بيرفكت اوي. في عندي هنا ممكن ابدا بقى اعمل بوتون. تمام، اعمل بوتون كمان، فهقوم قايل بوتون اقول له p1 بيساوي ltk.button طبعا بي هياخد مني ايه، هقول له والله البي مين شغلك عليها. بعد كده هقول له هنا التكست اللي هيظهر عليك، هقول له هنا سيرش الشغل ده كده. طبعا مش هديله الكوماند بتاعه دلوقتي، اما نيجي نشتغل يبقى هديله الكوماند بتاعه. بعد كده اقول له b1 دوت جريد، سمحت احنا عاوزين تظهر في الكولوم من رقم 2 وفي الرو رقم 0 عشان تبقى بالشكل ده. قال لي هنا نوت ديفاين، انا قلت هنا بي المفروض بي مين، انا قلت هنا مين بالشكل ده كده. رن تاني. تمام، زي ما احنا شايفين قال لي هنا الكيورد، المفروض بحط هنا الكلمة المفتاحية واعمل سيرش. تمام، تيجي نكبر شوية الويتس، نخليه وليكن 20 او 22 ل 22 بحيث يبقى طويل شوية. نعمل رن. ماشي، محتاجين نكبره شوية، وليكن نخليه خليه مثلا هنا 28 او 30، مفيش مشاكل. نعمل رن شوف. تمام، كبرت شوية كلمة سيرش، انا عاوزها توصل للاخر، فنخليها مثلا 36 او 40، نزود كمان 10. انا اصلا بالويتس ممكن نخليها 40، على يعني طبعا ويتس عندنا 400، ممكن نخليها 40 فتبقى بالشكل لحد ما مقبول. تمام، كويس قوي. نعمل كل. بعد كده محتاجين ننقص بس شوية، نخلي ده وليكن 450، بحيث نقص 50 شوية من الطول، ميبقاش طويل أوي كده، اللايت بتاعنا ميبقاش طويل تمام كده متناسق شوية. طيب فاضل عندنا مين؟ فاضل عندنا السكرول تكست، احنا عملنا له امبورت اصلا هنا سكرول دي تكست. عشان نشتغل السكرول دي تكست محتاجين الاتي، ويندو اللي هيشتغل عليها او البروجكت مين بياخد منها الويتس وهايت، وطبعا لازم نعمل له وورد. تمام، عشان يبقى وورد معانا، و سيت فوكس سيت بحيث انه يبقى فوكسد، ولما بنيجي نعمل له جريد بنقول كولوم سبان. انا اقول له والله ان انا اشتغل على، ننزل تحت شوية كده عند قبل الجريد عند البوتوم كده او تحته، اقول له انا عندي سكرول دي تكست، فاقول له اس اس تي سكرول دي تكست 1. بس اصلا انك لما تيجي تشتغل تدي ارقام للحاجة اللي انت تشتغل عليها، فاقول له هنا ايه سكرول تكست دوت سكرولد تكست. تمام، هو طبعا لازم تكتب اول حرف كابيتال، يعني لو جيت تشوف هنا في المثال اللي انا عملناه المره اللي فاتت سكرولد تكست بالظبط كده. تمام، سكرولد تكست لازم اول حرف كابيتال في الميثود دي عشان تستدعيها من الميثود الاولى يعني او الكلاس ده. بياخد مننا ايه، بياخد مننا الواجهه اللي نشتغل عليها اللي هو البي مين اللي عندنا، وبعد كده الويتس والهايت والوارب. طيب
ابدا اقول له هنا ايه، هشتغل على البي مي كويس قوي. بعد كده عندي ايه الويتس، طبعا انا بكره الواجهات الرسوميه جدا 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 لاني ما بستخدمهاش في شغلي، لان شغلي كله انفورميشن سكيورتي زي ما انتم عارفين. فاي جرافيكال يوزر انترفيس او اي شغل معاه التعامل مع الجرافيكال يوزر انترفيس بيكون بالنسبه لي يعني مش محبوب قوي، على عكس ما اشتغل في الكوماند لاين انترفيس. تمام. المهم، فطبعا الفكره عاوز اوصلها لك ان انت ممكن تكون احسن مني في تصميم الواجهه يعني، تمام، لانك ممكن تشتغل بايثون بروجرامر لكن انا شغال بايثون فور سكيورتي. تمام. فلو ممكن تشتغل بايثون بروجرامر وتبدا تعرف الواجهات الرسوميه والسكرول بار والبروجرس بار والحاجات الجميله دي، ممكن تشتغل على التكنتور كمان او تشتغل على الباي كيو تي، فقدامك الايه الموضوع مفتوح. لكن شغلنا دلوقتي شغالين على نتوركينج يعني، انا هخليه هنا مثلا 50 لكن خليه 40 لان طبعا عندنا الويتس 40 مش عاوزين يطول قوي، 40 والهايت هنخليه هنا ايه 4. بعد كده اقول له وورد بيساوي ال تي كي دوت وورد. تمام. الوورد بتاعك هيبقى تي كي دوت وورد. تمام. وزي ما انت شايف قلت لكم المره اللي فاتت الويتس لو خليته 40 تخلي الهايت 4، هي النسبه كده. تمام. عاوزين بقى نخليه فوكسد، فهقول له والله الاس تي 1 دوت، هقول له فوكس اندرسكور ست عشان يبقى فوكسد. بعد كده اقول له ستي 1 دوت جريد لو سمحت، هتبدأ تشتغل الاتي. هقول له هنا الكولومن، هيشتغل على الكولوم انهي كولوم بالظبط والكولوم سبان بالظبط هيشتغل فين. احنا كنا حاطين في الكولوم رقم 2 الكولوم رقم 1 والكولوم رقم 0. طيب ما تيجي ننزل شوية، طبعا هو مش مديك رو بتاعته فين بالظبط او الصف بتاعه، المفروض احنا ننزله في الرو رقم معين يعني رقم تاني يعني. تعالى كده مثلا دي هنا الكولوم رقم 2 واقول له هنا الكولوم مون سبان بيساوي مثلا 3، واقول له هنا الرو بيساوي رقم 1، انا شغالين كله في الرو رقم 0. تيجي نشوف كده هيعمل ايه، بنعمل ران. تمام، هو نزل تحت فعلا بس راح ناحية مين السيرش، لا احنا عاوزينه ما يروحش ناحية السيرش، يبقى احنا هنشتغل هنا في الكولوم هيبقى رقم 1 بحيث يبقى تحت الايه التكست. فنعمل رن كده ونشوف. تمام قوي، جه تحت مين، تحت هنا. طيب ما تيجي نحسن الموضوع شوية بحيث ان احنا نكبره شوية، فنخليه مثلا هنا 40 وهنا نخليه هنا 50 وهنا 5، مفيش مشاكل. ونعمل run. طبعا هو كبر مننا قوي، راح الجزء ده مفيش مشاكل، رجع 40 تاني ما يظبط معانا خلاص بالشكل ده. run. تمام قوي كده. يا سلام بقى لو احنا ايه حاولنا ان احنا نصغر المشروع يبقى كده، يبقى كويس اوي. تمام، يبقى كويس اوي. ما تيجي مثلا نخلي المشروع هو 400، نسيبه 400 زي ما هو ونبدأ نقلل فيه الارتفاع، نخليه بدل ما هو 450 نخليه 350. طبعا انت وذوقك في التصميم، قلتلكوا ان انتوا ممكن يكون ذوقكم احسن مني بكتير. تمام. تيجي نكبر ويتس شوية يبقى كده، مثلا نديله كمان 10
وننقص ده كمان، خليه مثلا 15 او 20، فنخلي ده مثلا هو طبعا شغال بالمية، فنخليه مثلا هنا 250، وندي مثلا 500، يبقى كويس قوي في الشكل ويبقى صغير مش كبير قوي. تمام كويس قوي، ولكن صغرنا الويتس كده كمان، نخلي ده 450 و ده 220 لغاية ما يظبط معانا. تمام قوي كده. طبعا انا هكتب هنا الكلمة واعمل سيرش واستنى عملية السيرش، ف يجي لي هنا ايه نتيجة السيرش بتاعتي على ايه التكست. تمام، ده طبعا يكون مشروع بسيط جدا، مش مشروع معقد يعني، ولكن انا عاوز اوصله بس ازاي تشتغل على الواجهة الرسومية بحيث ما يحصلش معاك مشاكل، ولا يحصل معاك نوت ريسبوندنج، او ما يحصلش معاك مشاكل في عملية تشغيل المشروع. يعني في مشاكل كتير الناس بتشتغل عليها، المشروع بيقف معاهم ما بيشغلوه، حتى لو ربطوه صح بيحصل معاهم مشاكل في الربط، مشروع بالواجهة الرسومية. ده كان شغلنا النهاردة، أتمنى درسنا يكون عجبكم. ده المشروع إن شاء الله اللي هنشتغل عليه المرة الجاية، فاضل بس الفانكشنز اللي هنشتغل عليها، وطبعا هنستخدم الـ URL library. تمام، عشان نستخدم أو الـ requests مفيش مشاكل، يا إما نستخدم الـ requests، يا إما نستخدم الـ URL library، وهنستخدم هيدر، وممكن نستخدم بروكسي، وممكن نتصل بيه الجوجل طبعا هنشتغل عليه، ونعمل سيرش، مجرد تحط كلمة المفتاحية هنا ويبدأ إن هو يطلع لك النتيجة هنا. تمام، أتمنى درسنا يكون عجبكم، ما فضلش غير درس واحد إن شاء الله، وتنهي الدورة على خير. كان معاكم عبد الله السكري، ما تنسيش اللايك والشير وسبسكرايب.